أخونا يقول هل الأفضل في شهر رمضان مراجعة القرآن حتى يتقن أو تلاوته؟ أول شيء الأفضل أنك لا تخلي رمضان من ختمة، أقل شيء ختمة أو ختمتان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سقاك الله من حوض نبيه. إذن الأمر الأول أن لا تخليه من ختمة، ثم بعد ذلك انظر الأصلح لك ولقلبك، فكل الناس يختلفون، فهناك من يستطيع النظر في أو المراجعة بعد ذلك، ومنهم من لا يستطيع. وأما إطلاق حكم على سبيل الإطلاق فليس بصحيح، مثل ما تكلم النووي عليه رحمة الله في التبيان، ثم اعترض عليهم غيره هل أفضل قراءة القرآن حفظا أم بنظر في المصحف، والكلام هذا حقيقة لا نصدر فيه حكما كليا، وإنما نقول يختلف اختلاف الأحوال.